النهاردة اجتماع الهيئة العليا لحزب المحافظين، والميزة انه بيحضر فيه الدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد، وبيحضر فيه الدكتور عمرو الشبكي، وبيحضر فيه شخصيات اخرى من خارج حزب المحافظين، للدلالة على اننا في طريقنا ان شاء الله ان تكون هناك كتلة سياسية حركية حزبية كبيرة جدا في مصر هتتحرك معا، وسيكون لها مشروع واحد، وستكون لها يعني وجود وتأثير واحد في الحياة السياسية والبرلمانية القادمة إن شاء الله. البرلمان القادم هو من أهم البرلمانات التي ممكن أن تمر على تاريخ مصر. البرلمان القادم سينظر كثير من المشاكل وسيصدر كثير من القوانين اللي من شأنها أن تعيد الحياة السياسية إلى مسارها الطبيعي. يعني هو لم يبقى في الصورة الآن إلا حزب النور، وحزب النور يمثل فصيل معين من التيار السلفي وليس كل التيار السلفي، وأظن أنه فصيل نخبوي اختار أن ينخرط في الحياة السياسية المصرية، ده المتبقي، وقد يكون له بعض المقاعد، لكن هو مطالب منه بأن يقدم مشروع وطني وأن لا يقف عند شعارات الدينية، لأن الشعارات الدينية عانينا منها كثيرا، يقولون ما لا يفعلون. لن يكون هناك أي شيء مخيف يوم 28/11 أو شيء حتى نتخوف منه ونقول ونهتم به ونقول أنه مصر ممكن تحصل فيها حاجة. يوم 28 إن شاء الله من الأيام العادية ستمر بشكل عادي، ليس لهم أي وجود جماهيري، الجماهير ستقف ضدهم إن حاولوا فعل أي شيء، ليست لديهم القدرة على حشد مظاهرات، قدرتهم فقط في وضع قنابل هنا أو هناك، لكن دي لن تغير من الأمر شيء. بقول للشعب إنه إحنا في مرحلة مهمة جدا، والمرحلة دي محتاجة مننا إن إحنا ما نقعدش في موقف المتفرج، إحنا لازم كلنا نواجه الإرهاب مواجهة مجتمعية فكرية ثقافية سياسية. كل واحد فينا لازم يكون حريص ويكون عارف هو رايح فين، ولما يكون في انتخابات يبقى حريص جدا على صوته وعارف ان صوته ده هيفرق كتير في مصر.